أهلا بكم. لم تسجل الساعات الماضية أي مؤشرات يمكن الانطلاق منها لحلحلة العقد الحكومية، وإن كانت عودة الرئيس المكلف تفتح المجال أمام تسخيم المشاورات لتذليل العقبات. ورغم المشهد الضبابي حكوميا، سجل تطور إيجابي على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بنزع عقدة التطبيع مع النظام السوري من مسار التأليف عبر ترحيل الملف إلى ما بعد التأليف، مبقيا الباب مفتوحا أمام الحوار. وفي الغضون يتصاعد التوتر في العلاقة بين الطيارين الأزرق والبرتقالي على خلفية استحقاق الأول من أيلول وما يمكن أن يعتمده رئيس الجمهورية لكسر حلقة الأزمة. إقليميا، المشهد بلغ ذروة الاحتدام مع اندفاع البوارج العسكرية الأمريكية والروسية قبالة السواحل السورية في صراع على النفوذ بين الدول الكبرى تحضيرا للمواجهة في إدلب. وليس بعيدا عن صراع النفوذ يمكن وضع زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق. في هذا الوقت اتهمت روسيا خبراء أجانب بالإعداد لهجمات كيميائية وهمية في سوريا لتبرير ضربة أمريكية. من الشق المحلي نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وهذا الحوار مع المحلل الاستراتيجي الأستاذ الجامعي الدكتور وفيق إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بنا، كل عام وانت بخير. شكرا وأنت بخير وجميع اللبنانيين. يعني طبعا التأليف الحكومية لازالت تتعثر. اليوم كان في كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، دعا في الرئيس الحريري إلى أخذ المبادرة بعدما استمع إلى جميع الأفرقاء. بذات الوقت يعني في تتجه الأنظار إلى تاريخ الواحد من أيلول وما قد يعتمده رئيس الجمهورية لكسر حلقة الجمود. برأيك اليوم أي معوقات لا زالت تعترض عملية التأليف؟ المعوقات لا تزال كما هي، يعني كما كانت منذ بدء تكليف الرئيس سعد الحريري حتى اليوم لم تتغير، وهي يعني معوقات خارجية وليس داخلية. الوضع الداخلي فورا يعني ينفك بسحر ساحر عندما يتفق الإقليم. علينا أن نبدأ من الإقليم. هناك صراع سعودي إيراني وهو صراع عميق جدا وليس سهلا، وهذا الصراع يعني يأتي في الدرجة الثانية بعد الصراع الأمريكي الإيراني والأمريكي الروسي، لذلك نتيجة لأن البلد يعني نعم جداً. نعم، ولكن يعني طبعا دكتور وفيق إبراهيم، يعني كان في حديث لوزير العدل سليم جريصاتي تحت عنوان مهلة التشكيل الحكومي استدعى تحذير جهات بطيار المستقبل. نعم. من أنه أي أعراف قد تمس بالدستور وليست موجودة بالدستور بمهلة تأليف الحكومة. لا، هناك أطراف تريد تشكيل الحكومة، هذا الأطراف تحاول أن تفتش عن بعد دستوري لمادة ما. نعم. لكي تتصرف، أما أن يشكل الرئيس أو يعني يستقيل. الحقيقة أنه لا وجود لنص بالدستور، يعني هناك قوة وضعها الرئيس المرحوم رفيق الحريري لرئيس الحكومة تجعله أقوى يعني بنية دستورية في البلاد، يعني هو الوحيد الذي يستطيع أن يتكلف ولا يشكل. مر بقي رشيد كرامي 8 أشهر. يعني يعني وأيضا رئيس يعني حكومة رئيس سلام كمان أخذت، والمقاطي رئيس المقاطي يعني بقي سنة شكل. لذلك هناك عقبة دستورية هي أن الرئيس الحريري لا يعني يحق له البقاء من دون أن يشكل لأي مدة يريد، وهذا ينعكس على الأوضاع في البلد. يعني أنا لا أعتقد أنه يفعل هذا الأمر إذا ما رأى أن الأمور في البلد تزحرج نحو مأساة كما يحدث اليوم. لذلك نحن نراهن على وطنيته ونراهن على إحساسه يعني بالبعد الدراماتيكي للاقتصاد اللبناني لكي يسارع إلى تشكيل. لكننا أيضا نجد أن البعد الإقليمي طاغن أكثر مما يتصور اللبنانيون. يعني الاحتدام الإقليمي يعرقل. ليس لدينا أحزاب لبنانية، صدقيني، كل أحزاب تعمل في خدمة الإقليم، وهذا الأمر ليس حديثا. يعني ما في حدا يعني من أي ولا مرة في دائما مثلا. في بعض الأوقات لبنان من الفريقين من الفريقين لبنان لا يتقاطع بعض الأوقات مع الاهتمامات الإقليمية، يتركون له حرية التشكيل. أما اليوم لا، هناك مثلا طرف إقليمي هو حزب الله دخل في حروب الإقليم، هناك أطراف أخرى دخلت، كل ذلك يجعل من الصعب جدا يعني ما يعني مثلا إذا استطاع الأمريكيون النيل من حزب الله في الساحة اللبنانية لن يتأخروا، وكذلك السعوديون. لذلك أصبحنا يعني ميدان مكشوف. على كل الأمريكيون يحاولون عبر تعديل مهمة اليونيفيل لنشر على الحدود الشرقية مع سوريا. سوريا يعني صورت يمددوها من الجنوب إلى الحدود الشرقية، وكأن سوريا أصبحت بلدا معاديا. يعني إحنا في عداء تاريخي مع إسرائيل. إسرائيل احتلت لبنان أكثر من مرة، وبعد لغاية اليوم يعني تحتل مزارع شمعة والقرى السبع، بعدين في عداء مع قصة يعني هي الفلسطينيين ونحن وياها.
فإذ بي الـ 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 يعني الأمريكيين يريدون جعل سوريا بنفس المستوى مع إسرائيل. هذا الأمر رفضه الرئيس عون عندما قال لهم أن هذا الأمر يحتاج إلى حكومة والحكومة لم تتشكل بعد. نعم. وأيضا عندما نصل إلى الحكومة سيقول لهم أن هذا الأمر يحتاج إلى إجماع وطني والإجماع الوطني ليس موجودا. يعني قال كمان رئيس الجمهورية أنه هو سيدعي إلى البحث باستراتيجية دفاعية لمسألة سلاح حزب الله. يعني كانت مثل تخريجي لبنانية. نحن نعيش في عصر التوازنات، يعني التوازنات في الإقليم تنعكس على الداخل اللبناني. نعم. حتى لو كان هناك قوانين دساتير، يعني اللي بيكون أقوى هو اللي بيترجم هذا الأمر في الداخل. بعرف الخطابات لا ترجح موازين قوى، هي فقاعات من الهواء تذهب، عرفت كيف؟ اللبنانيون معتادون على الخطابات وعلى التصريحات، لكن الحقيقة أن الارتباط اللبناني في الإقليم غريب من نوعه، لا يوجد بلد في العالم يمثل الإقليم على هذا النحو. لكن مع الأسف دكتور، يعني الارتباط طبعاً أو الاستحقاقات الإقليمية لن تنتهي اليوم أو غدا أو بعد غد، ولن تنتهي على الإطلاق. على بعض الأوقات بيكونوا مش بحاجة للبنان بيتركوه، بس هلأ مصادف أن هناك أطراف لبنانية تعمل في الإقليم، هي ناشطة في الإقليم ولديها أدوار تثير انزعاج الدول الأخرى. يعني مثلا حزب الله عنده دور سوري عراقي يمني، مش عسكري كله لا، بس هو يقلد حزب الله بما هو مقاومة ناجحة، أصبح مثار تقليد الحوثي في اليمن، أصبح مثار تقليد الحشد الشعبي في العراق، وهو يقاتل في سوريا عسكريا. يعني لذلك هو منظومة إقليمية متكاملة. من هنا مثلا في عداء سعودي له أكيد، وفي عداء إسرائيلي. يعني إسرائيل لاحظي كل همها اليوم ضرب يعني هذا الحزب، عرفت كيف؟ نعم. لذلك التشكيلة الحكومية عالقة عند يعني عقدة الصراع الإيراني السعودي المغطى أمريكيا. الروس حاولوا في المدة الأخيرة إحداث شيء من التغيير في الداخل اللبناني، ويبدو أنهم يتجهون للإمساك بدور أكبر في الساحة اللبنانية. وأنا أتمنى الحقيقة، لأن الروس يعني عندما يأتون إلى بلد ما، خصوصا البلدان الضعيفة، يأتون بفكر غير طائفي، يعني مقبولين أكثر من فئات أخرى. نعم. هم يحاولون بموضوع النازحين السوريين، يحاولون بشكل جدي. هل تصدقين أن هناك لبنانيا يقول لك لا يجب أن لا نعيد النازحين السوريين؟ لبنان بلد مفلس طبعا، مفلس، لا كهرباء لا مياه، لا ما بنقدر أن نرفع النفايات. فإذا الدكتور جعجع يعني يؤكد أنه يجب أن لا نعيد النازحين السوريين، يعني عن جد أنا كنت أتأمل أن نتمسك بالحس الوطني، أنه نحن السوريون إخوة لنا، بس في أوضاع في الداخل لا تتحمل. أنه أنا إذا بقدر رد 500 ألف سوري على سوريا، أول شيء بوفر لهم حياة كريمة ببلدهم، وثاني شيء بريح لبنان، هاي بكسب البلدين في فئة معا. بيطلع اللبنانيين بس خدمة للمشروع الغربي العام، بأيدوا عدم عودة النازحين ويعملون على عدم إعادتهم. يعني كل اللبنانيين برأيك اليوم في أفريقيا تعمل على عدم إعادة النازحين السوريين؟ طبعا واضحة بإعلانات رسمية، بيدعوا انه ما في امن بسوريا. طب اذهبوا من خط حلب الى خط المكمال، ليس هناك اطلاق رصاصة واحدة لا من جندي سوري ولا من سوريا. في امان، مثلا سوريا بين سنوات حرب، فيها كهرباء، فيها ماء، في يعني بيشيلوا النفايات بشكل يومي، في امن. ما بعرف انه شو صايبنا احنا. ولكن دكتور ابراهيم، يعني هل المسعى الروسي بتعتقد اليوم المقترح الروسي لاعاده النازحين هو جدي؟ يعني الى اليوم لم تشكل بعد لجنه روسيه لبنانيه مشتركه. السبب ان هناك من يحاول ربط هذا الامر بموضوع اللجنه الدستوريه التي سيعمل على تشكيلها في الشهر المقبل بين الامريكان. يعني حتى الامريكان لديهم مطالب في الموضوع الدستوري، تشكيل اللجنة الدستورية. حتى السعودية لديها مطالب، يعني مثلا اللجنة الدستورية بتشكل من ما نفترض ب 300 واحد. الأمريكان بدهم خصها، السعوديين بدهم خصها، الروس بدهم خصها، والدولة السورية بدها خصها. هلا هناك صراع على هذه المسألة، كيف ننتج دستورا سوريا فيه كل الفئات، وكل الفئات تعود إلى الدولة السورية. لذلك يتم الربط عودة النازحين بهذا الأمر. مثلا يخشون أنه إذا رجعوا النازحين غدا في الانتخابات البكرة سينتخبوه بكاملهم بشار الأسد. نعم. لذلك يحاولون عرقلة هذه العودة إلى ما بعد، يعني ينتخبون وهم في لبنان، وهم في تركيا، وهم في الأردن، وبالتالي ينتخبون حسب مشيئة الدولة التركية، وحسب ما يريد الأردن، وحسب ما تريده بعض الأطراف في لبنان. لذلك هذه اللعبة نحن ضحايا دائما لبنان والبلدان العربية الضعيفة ضحايا للصراعات الدولية وللصراعات الإقليمية، والمؤسف أنهم يقبلون بها.
يعني أنا مثلا لو هلأ تمرد حزب الله على القرار الإقليمي وتمرد المستقبل على القرار الإقليمي وأنشأوا يعني آلية حكومية في لبنان لكي ينقذوا لبنان، صحيح. يعني شو منفع إذا أنا خدمت الإقليم وخسرت بلدي من هالإطار؟ مثلا أنا لما أجي أسأل الطبقة السياسية أنه 100 مليار دولار من 1992 حتى اليوم، لك أين الكهرباء؟ أين الماء؟ أين النفايات؟ ولا شيء. يعني بتشعري أنه هالمئة مليار تمت مخصصة بين أفرقاء الطبقة السياسية من كل الطوائف وكل وسرقوها. عندما أسمع أمس بيقول لك إن نحن سنتحالف مع تلك الفرقة لضرب الفساد، كيف يتحالف مع فاسدين وندعي أننا نحارب الفساد؟ الفساد في لبنان يا مدام سياسي ثم ينعكس على الإدارة. إذا لم تضرب الفساد في مواقعه وعرينه السياسي لن تصل أبدا إلى أفرعته وفروعه في الإدارات العامة. لذلك كل هذا الكلام أنا لا أصدقه، وأقول لك أننا جددنا للفساد أمس وأول أمس لعشر سنوات إلى أمام. على كل، يعني احتل لبنان المرتبة من 43 من الدول الفاسدة بين 180 دولة، المراتب الأولى يعني لبنان احتلها طبعاً. واعتراف بحجم فخر الفساد هو بصي على المهرجان مع الأسف، بس هيك بكل سأقول لك شيئا أفضل، لبنان احتل المرتبة الرابعة في تعليم العلوم والرياضيات يعني على مستوى العالم. هذا الأمر جيد مقابل تلك النتيجة من الفاسدين. يعني لاحظي بعد يوجد في لبنان أشياء مفيدة وأشياء نرفع الرأس بها، هي أننا نحتل المرتبة الرابعة في تعليم العلوم والرياضيات. يعني شوفي في عقل علمي بلبنان رغم الطبقة الفاسدة، رغم الفساد، رغم الكهرباء، رغم بعد في لغاية اليوم شيء ما نفتخر به. ولكن عم يصير في تهجير للأدمغة، يعني ما عم بيصير. هلا رح نستمر بعد في هودي، يمكن بعض عم يعلموا، ممكن يسفرون نعم. أو بدخلهم على الجامعة اللبنانية. نعم دكتور وفيق إبراهيم، يعني امبارحة كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حكي وكأنه حاول إزالة لغم التطبيع مع النظام السوري من أمام التأليف بترحيله الموضوع إلى ما بعد التأليف. هل برأيك يعني هيدا الموضوع قد يسهل؟ هلا هو قد يسهل لكنه إرجاء لمشكلة ليس حلا لها. إرجاء إلى البيان الوزاري. إرجاء إلى البيان الوزاري بعقده بتعقد بيقف. المشكلة أين؟ أنه يراهن على حل إقليمي. إذا تشكل الحكومة تتعقد بصير في حل إقليمي بتنحل. لذلك كان جيدا عندما قال هذا الكلام. هلا بس أنه كمان مخاطرة، يمكن حل إقليمي ما في. هيك بنكون شكلنا حكومة علقنا ببعضنا وعملنا بيان وزاري. بنوثق بدون شيء وعملنا أزمة داخلية وطنية. نعم بصير في أزمة يعني اجتماعية وطنية داخلية أكبر من الأول وما عملنا حكومة. لذلك الحل هو في قطع الارتباط بالإقليم 100%. دعونا نرتبط في الإقليم 20% 30% ضروري 150%. هلا نحن مرتبطون بالإقليم 150% على الأقل في الاستحقاقات الكبرى ليضم الحياد. هلا بيتركوا لنا القضايا الإدارية إنه بيصرف هون بيسرق هون، بس إنه العمل الأساسي أن الارتباط بالإقليم على مستوى كامل مضر. لا يوجد دولة وطنية في العالم ترتبط بجوارها الإقليمي إلى هذه الدرجة من الانصياع. نعم. لذلك الكلام اللي تفضل فيه السيد حسن نصر الله كان كلاما جيدا، لكنني أعتقد أن السيد سعد الحريري لن يتلقفه، لأنه يعرف أن هناك مشكلة بعد في البيان التأليف الوزاري. مباشرة في البيان الوزاري. حتى اليوم لا تقبل السعودية بأي علاقة مع سوريا. نعم. علما أن لبنان سيضطر أول ما يصير في فتح حوار سعودي سوري سترين أن لبنان يعني سيجد صعوبات بأن تستقبله سوريا لأنها قد لا تقبل. يعني مين بحاجة للآخر؟ أنا بدي أسأل اللبنانيين، نحن بلبنان يعني المنطقة الوحيدة المفتوحة لنا لكي نخرج إلى الخليج هي سوريا، لأن باعتبار أن إسرائيل منطقة مقفلة، عندنا البحر. ولكن يتم التنسيق من قبل وزراء يعني بهذا الموضوع. ما مش هلا في ما حدا طلب اكثر من هيك، من طلب من السيد سعد الحريري ينزل من سوريا، ولا سمعت مره حدا قال له روح. بس بتعرفي بحاجه كل الاطراف بلبنان تستعمل هذا الاسلوب لتامين شعبيات وافيه لها، تطلق هذه التصريحات، ما حدا طلب منه ابدا ولا السوريين طلبوا. بس المطلوب تنسيق يؤدي الى فتح كامل الحدود اللبنانيه السوريه، لأنه فتح كامل الحدود السورية اللبنانية يؤدي إلى إعادة نهضة اقتصادية في لبنان من خلال إعادة تمتين ترانزيت السياحة الاصطياف والأعمال المصرفية. يعني هيدي بنت الطبقة الوسطى في لبنان في الماضي،
الطبقة الوسطى اللبنانية اللي أمنت الاستقرار السياسي للبنان هي هذه العناصر، الترانزيت، التعليم من ضمنه، السياحة. تعرفي كان عندنا 100,000 عراقي يأتون للاصطياف في لبنان، غير شي 1,000,000 خليجي يأتون خلال العام. نعم، ولكن سوريا اليوم الفريق الثاني بيتخوف من انه سوريا قد يعني تدخل من خلال هذه من خلال هذا التنسيق لتفرض نفوذ سياسي بلبنان. سوريا مش موجوده بلبنان؟ طبعا موجوده. سوريا موجوده في لبنان اقوى من الفريق الاخر. يعني سوريا عن طريق حلفائها. لذلك شو المزح هذا؟ لما اجي اقول لهم انا بطل، لا انا اخدم الموقف الاقليمي المعارض لسوريا فقط والموقف الدولي، اما من ناحيه الداخل اللبناني فسوريا مستوطنه موجوده وقويه، ونقطة على السطح مثل ما الجماعه بيقولوا، لانه اي كلام اخر بتروح عم بتضحك فيه على اللبنانيين. يعني هلا مثلا حركه امل، حزب الله، الحزب القومي السوري، حتى التيار الوطني الحر. حتى التيار الوطني الحر عندما يبادر رئيس الجمهوريه بالاتصال بالرئيس بشار الاسد ويعايده، والوزراء يعني فتحين سكة ومدير عام الأمن العام، يعني شو يعني؟ والسفير السوري ما عنده سفارة هون، فتحها وبيستقبل وبروح. نعم. يعني هذا الكلام لا يفيد. الذي يفيد هل نحن نفكر بلبنان أم بالدول التي ترعى لبنان؟ يصادف أن نفكر بالدول، بعدها علاقتنا بالخليج الاقتصادية ما كثير منيحة، يعني عطونا 3 مليار يسحبوهم. صحيح. مرة وهبوا لبنان 3 مليار ما أخذوا، أعطوهم لبلد آخر لفرنسا يمكن. صحيح، لأنه كمان عاقبوا لبنان على عدم التزامه وسياسة نائب النفس. هذا نائب النفس، أنا أشتم إيران وأمدح السعودية؟ هلا يمكن إيران مش بلد عربي، لكن في فريق كمان عم بيشتم السعودية. هلا عم بيردوا هيك الرد، بس أنا بجيب لك شي 100 تصريح لأفرقاء من حزب المستقبل، من الرئيس للنواب، كل ما واحد يحكي ثالث كلمة عنده إيران وحزب الله، ثالث كلمة ما بيطول يعني. ليه؟ لأنه مطلوب منه حتى يحظى بشعبية في الداخل وتأييد الخارج بيعمل هاي الشغلات بدون سبب. يعني مثلا الرئيس رفيق سعد الحريري، مع كامل محبتنا له، فليقل لنا من الذي طلب منه الذهاب إلى سوريا؟ ولا حدا على الإطلاق. مين اللي طلب من الوزير المشنوق؟ كل يوم الوزير المشنوق بيسب السوريين حزب الله. هلا هذيك أبو ميرا عامل تصريح كمان بدون سبب. طب أعطيني حدا من وزراء حزب الله يشتم السعودية. السيد حسن طر في اخر خطابين ان يرد بشكل خفيف، مش ولكن في كل خطاباته السيد حسن قبل، لا قبل فتره كان عم يهدني، قبل فتره كانت بعض الاطراف بالبنان تعتب عليه. نعم. لانه يبتعد عن اداره السعوديه، بس اخر مدي اخر خطابين نعم رد، لانه كان عم يرد على بعض الافرقاء اللبنانيين، بعدين حزب الله اكثر الافرقاء ارتباطا بالاقليم، يعني اكثر من التيار الوطني. لذلك له مصلحه يعني بذلك. انا اقول نحن ندفع لبنان الى الهاويه. هذه الهاوية ما بيجي منها لا الشيعي ولا السني ولا المسيحي ولا الدرزي، كلنا ذاهبون إليها. إذا بأريك تصريح أحد الوزراء امبارح بضحكي، بالليل بيقعد مع وفيق صفا وبالنهار بيهاجم حزب الله. يعني أنا مش مدير مخابرات حزب الله عم بعطي مثل، مش هيك؟ يعني معقولة مثلا امبارح شو الكلام؟ ساب السوريين يعني بدون سبب، بعدين بيطالب بتأسيس جيش لطائفته في سوريا. عرفت كيف؟ يعني حيقبل الدولة السورية ستقبل بهذا الكلام؟ وحتى القسم الأكبر من أهالي هذه المنطقة لن يقبلوا. لذلك كلها محاولات لبنانية لكسب تأييد الإقليم من أجل هيدي الشغلات اللي عم بتصير. كل الأطراف في لبنان لا تمارس دولة وطنية اليوم. نعم. الدور الوطني غائب يعني. أنا بقول بدون ما يعملوا نوع من الطاولة الوطنية الكبرى لإعادة إنتاج سياسات وطنية، الأمر كثير صعب. سيبقى لبنان رهينة. رهينة. هلا نحن رهائن بشكل كامل. هاي المعوقات بدعة. هلا لو عطوه 4 أو 3 أو 5 بإطار حكومي فيها غالبية لحزب الله والتيار الوطني الحر، مش هيجوا. يعني بده يعزز دوره بطائفته منيح، بيعززها بالثلاثة والأربعة والخمسة ما بتعود مشكلة. صحيح. بس هلا تشكيل الحكومة مرتبط بالصراع الإيراني السعودي، مرتبط بمعركة إدلب. نعم. كلهم يراهنون يعني على مسائل علاقة لها بها. تصوري عم يراهنوا على التشريد على تاني. انتصار ميداني على الارض يستثمروا في على التشريد الثاني. مثلا اليوم في جرائد للمستقبل كاتبين بالعنوان العريض انه كيف سوريا كم مره الدوله السوريه ضربت بالكيماوي. نعم. اليوم نعم. عرفت كيف؟ يعني بعد الحرب ما بلشت بادلب، عم بعطي مثل، والجرائد الاخرى كمان تحكي انه كم مره الارهابيين عملوا. يعني نحن شو خصنا؟ نحن مرتبطين بالاقليم، مرتبطين بالقضية الفلسطينية، بس في كمان لبنان بده يستمر ويعيش. صحيح. انه كيف يحيا لبنان وهو غارق في خضم هذا الصراع الاقليمي؟ صار كانه يعني نحن مش عم نحارب بالاقليم، انه ما فاتوا لعنا ما قدروا يفوتوا، بس كان الحقيقة ننزف
لشدة تأثير الإقليم على الوضع اللبناني. طبعا نحن لبنان اقتصاديا طبعا بنقول انه بعيد الانهيار الاقتصادي، لانه عم يدين مدين انهيار اقتصادي. بلد مثل لبنان لما تكون موازنته 10 مليار على يدين 100 مليار، يعني 10 مرات موازنته، وين في بلد بالعالم هيك؟ فقط في لبنان. هي بيقولوها عن الاعجاز، عرفت كيف؟ مثلا نحن راح الوزير باسيل بده يلم المغتربين يجيبوا، شو جاب؟ ما حدا اجى، لانه لم يعد لبنان بلدا جاذبا. نحن بقلب بحاجه الى ثقه اكيد، وبحاجه الى اصلاحات لم تتم بعد. المغتربين من الاستثمار بلبنان بيسرقون، نعم، الطبقه السياسيه تسطو على اموال المغتربين اللي هربوا، ما عادش بدهم يستثمروا لبنان. هلا اللي بيروحوا يستثمروا بسوريا بيروحوا، عرفتي؟ غريب يعني. نحن بخضم بلد يعني فاسد فاسد فاسد، وما في امل الا اذا في حال اصيبوا بيقظه وطنيه تدفعهم الى عقد طاوله حوار وانتاج مبادئ عامه لبنانيه تعيد التاكيد على لبنانيه هذا البلد. نعم دكتور، كمان بكلام السيد حسن نصر الله برز استحضار المحكمه الدوليه بهذا التوقيت، لماذا بهذا التوقيت؟ يعني لا شيء يؤكد بان هناك قرارا قد يصدر على المحكمه في ايلول، ربما قد يصدر ولكن ليس هناك من تاكيد، ولماذا استحضار الملف اليوم؟ الناطقة يقول لك كل ما بيصير في استحقاق داخلي بلبنان تطلع أصل المحكمة الدولية. يعني نحكي بصراحة، بعطيك خمس مرات كنت حاطط تواريخ هون، لكن فريق المستقبل عنده الموضوع المحكمة الدولية عن أي ارتباطات تانية محلية. الناطقة بلسان المحكمة الدولية منذ أسبوع أو 10 أيام أعلنت أن المحكمة ستحدد يعني التهم في أيلول، نعم، وستتم الإدانة في تشرين الثاني، يعني كأنها مصادفة مع بدء العقوبات الأمريكية الكبرى على إيران. يعني لاحظي أنت هالتاريخين. طب هل هي صدفة أن المحكمة الدولية تستفيق بعد نوم ما أعرف قد إيه بهذا المرحلة، مرحلة التشكيل الحكومي؟ لذلك رد. هلا إذا ما أصدر هيك بلاها، نعم، المحكمة الدولية 10 سنوات، وين في محكمة؟ يعني لبنان صار دافع له شيء 700-800 مليون دولار. صحيح. تعطيني واحد من اللي اغتيلوا في لبنان نصبوا له محكمة دولية ودفع لبنان على رشيد كرامي مقتل، رشيد كرامي اغتيله في مروحية للجيش اللبناني. انه اضعف الايمان كنا نعمل له محكمة، شو؟ انه عم فرجيكي قديش نحن عالق بنا، والرئيس الحريري كان قيمة وقامة وطنية كبرى، بس انه 10 سنوات منيمة كل ما بيصير في استحقاقات داخلية محركة، يعني المقصود فيها وكأنها هراوة مسلطة فوق فريق لبناني، كل ما بيتحرك بنحرك هذه الهراوة فوق رأسه لكي يصمد. ولكن يعني الفريق الثاني وتحديدا تيار المستقبل كل هذه الفترة يعني ما أخذ بموضوع المحكمة، ما كان في بعد يعني مثلا موضوع تشكيل الحكومة، ما كان في حكومة قائمة. هلا مثلا تشكيل الحكومة ليش طلعت فجأة؟ مراحل ماضية كمان طلعت كان في استحقاقات داخلية، وقت قصة المئات كمان كلفوا طلعت المحكمة الدولية. صحيح. نحن نتمنى أن تكون هذه المحكمة الدولية رصينة وجدية وصادقة لكي تكشف على المتهمين الحقيقيين الذين قتلوا الشهيد رفيق الحريري، لأن هذا الأمر يعني كل اللبنانيين وليس فقط فريق المستقبل. نحن كنا مهتمين بالكشف الفعلي، بس بشأن التحول إلى أداة سياسية، هلأ صارت كأنها أداة سياسية، لذلك تفقد مصداقيتها وقيمتها عندما تتحول إلى أداة فقط لتأمين انتصار فريق داخلي في لبنان على فريق اخر، ما بتقعد تمشي. نعم. مثلا كمان جبلات ليش ما عملنا له محكمه دوليه؟ انا عم بسال اسئله بريئه، انا بيتهموا السوريين، بقول كل مره بسمع الاستاذ وليد جبلات بيتهم السوريين. نعم. فعلى الاقل يعملوا محكمه عادله. يمكن ما قدروا بوقتها، الظروف ما الدوليه ما ساعدتهم. يعني في طالب هلا مثلا بيقعد انه عم بحكي انا ضد تحويل المؤسسات القضائيه والاجتماعية والسياسية إلى هروات الاستعمارات ضد الداخل. نعم. لبنان بلد عجائبي عجائبي ما في مثله. نعم دكتور، بدي بعد بالمقترح الروسي كمان نحكي شوي، لأنه اليوم في صحيفة اللواء نقلت عن مصادر دبلوماسية أنه موسكو أبلغت الجانب اللبناني أن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمات مالية لعودة النازحين، والأمر اللي أرجى تشكيل اللجنة. يعني وكأنه ما كان في تفاهم أمريكي روسي على العودة. بلا، في تفاهم، بس في تفاهم يعني يريد الأمريكيون ثمنه. ما في، أمريكا قوة عظمى لا تزال حتى اليوم هي الأقوى بالعسكر والسياسة والاقتصاد والثقافة. أنا بدي إياك أنت تحفظيها. ابن خلدون يقول يتشبه المغلوب بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه. عليك السينما أمريكية، الجينز أمريكاني، الفاست فود أمريكاني، العالم كله أمريكاني. لذلك بعد أمريكا إمبراطورية عظمى، والعقوبات أمريكية على روسيا وإيران وتركيا، يعني ما فيك تشيليها بالمرة. روسيا دولة صاعدة عندها إمكانات داخل أراضيها هائلة،
عندها 40% من ثروات الارض على مساحه 16 مليون كيلومتر مربع، بس عندها مشكله بالتكنولوجيا، وهلا هي تحاول العوده، عادت عسكريا عم ترجع. هلا مثلا تصوري، انا استشعرت وكان ترامب يحاول يعني اعاده نصب صراع تسلح بينه وبين الروس. تعرفيني ماذا؟ سبق لهذا الصراع ان اسقط الاتحاد السوفيتي. يعني ريغان اسقط الاتحاد السوفيتي بانه اخترع حرب التسلح والفضاء. دخل الاتحاد السوفيتي منفردا، حين ان امريكا دخلت ومعها اوروبا واستراليا وكندا. كانت النتيجه انه انهار الاتحاد السوفيتي. اليوم ترامب اعلن امس انه سيعيد تجديد الجيش الامريكي. واخشى ان تكون هذه الاشاره الى بدء حروب تسلح بينه وبين روسيا، تؤدي الى انهاك روسيا وهي تصعد. يعني هيك برجعها بخلي امريكا قوه وحيده في العالم. امريكا موجوده في المنطقه بقوه، الا ان روسيا دخلت ايضا بقوه، وهي تريد عندما تتمكن روسيا من اداره الملف السوري ستؤمن لها قاعده للانطلاق نحو الاقليم. نعم. روسيا وامريكا متفقتان من ناحيه المبدا، هلا بالتفاصيل تعرف انت مثلا كيف يمكن لنا ان نسحب امريكا من شرق الفرات؟ في معامله كبيره عند الاكراد ومظبطتهم، يعني هناك طموح امريكي لغايه اليوم انه تلعب دور اقليمي من سوريا لا يعني بوسط الاكراد، لانه في الاكراد منتشرون في اربع دول، يعني منتشرون بتركيا وبسوريا والعراق وبايران، ولكن خذلتهم بسوريا بتخذلهم بعد محلتين دائما. هيك القوى الكبرى بتستعمل الاقليات، لما تتضايق بتكبهم، يعني كبش محلقه كانوا هلا هن رجعوا، كانوا الاكراد نهاروا من شهرين فعادوا الى الدوله السوريه، اليوم رجعوا يحكوا بكيان مستقل وبالى اخره. الموضوع انه امريكا تستطيع ان تمسك تركيا بالاكراد، ان تلعب بسوريا بالاكراد، ان تمارس دور في الداخل العراقي بالاكراد، وان تتحضر لتفجيرات مقبله في ايران بوسط الاكراد. يعني هذا الدور الامريكي. لذلك دور معقد، مش بنفتكر بسهوله الموضوع، لكن ما انجزه الروس بالتعاون مع الدوله السوريه والايرانيين هو انجاز ضخم، عندما يتمكنوا من تحرير 80% من الاراضي السوريه بعدما كانت كل سوريا كلها تنظيمات يعني معارضه وراديكاليه وارهابيه ومدعومه من دول الجوار يعني علنا. اسرائيل هلا مثلا اسرائيل خسرت مشروعها تفتيت سوريا، الاردن خسر دوره بانه ياخذ جزء من جنوب سوريا، العراق خسر، تركيا خسر، تركيا ايضا وامريكا خسر. يعني لاحظي انت هلا 80% من الدور الروسي العظيم، حقيقه انه 120 الف غاره اكثر من الحرب العالميه طبعا كان في تقل عسكري روسي طوال سنوات، نفذ الروس 120 الف غاره جويه. يعني لذلك 80% هي المنصه التي ستعيد الروس الى الفضاءات السوفيتيه السابقه، يعني في دور روسي. هلا قديش قادره امريكا تعرق لها ما بعرف، بس امريكا قوه كمان دوليه واقليميه موجوده بعد لغايه اليوم تمسك بمناطق كامله في العالم العربي والاسلامي، وهي اكيد قوه تدعم التخلف في العالم العربي والاسلامي. اعطيني دوله واحده من الذين تدعمهم امريكا في هذه المنطقه متقدمه او تاكل مما تنتج، ولا دوله ابدا، كلها دول ريعيه تبيع النفط وبتاكل. نعم. فقط. لذلك هنا تكمن المأساة ويكمن صعود الدور الروسي، يعني روسيا داخلة وفي والى لبنان الى جانب فرنسا، يعني بعد فترة بتلاقي انه في قوتان تهيمنان على لبنان او لهما نفوذهما في لبنان، هما الروس والفرنسيين. نعم. بالموضوع كمان القوة الأمريكية، ليس بعيدا عن القوة الأمريكية، اليوم أمريكا حضرت مشروع ولو أنه ما رح يقطع بالتمديد للقوات الطوارئ في جنوب لبنان، ولكن نتيجة معارضة طبعا أوروبية ونتيجة طلب لبنان التمديد لهذه القوات دون أي تعديل في مهماتها، ولكن اليوم أمريكا تحاول. هذا بيدل على أنه أمريكا عينة على لبنان، يعني بسبب يعني تريد عرقلة حزب الله. أول شيء لما تعمل حدود مع يعني تنشر يونيفيل حدود مع سوريا، يعني أول شيء مش بحاجة إلى، ما في اعتداءات على الحدود اللبنانية السورية ولا مرة، ما في دولتين متعاديتين، يعني ما في ما يبررها. بس أنا أعتقد أن العين الأمريكية هي على النفط والغاز في لبنان. نعم. النفط والغاز في لبنان على طول الساحل اللبناني وحتى في مناطق البقاع ومناطق أخرى. أنا أعتقد أن أمريكا تريد الدخول في إعادة أعمار سوريا طرف أساسي، وتريد الغاز والنفط في سوريا والغاز والنفط في لبنان، لأن نحن في قلب صراع دولي عميق جدا هدفه السيطرة على الغاز، يعني كمورد للطاقة وكمناطق يعني لإرسال الغاز إلى مناطق أخرى. لاحظي مثلا ألمانيا هزت لها أمريكا العصا
أكثر من مرة وهاجمتها لأنها متعاقدة مع روسيا وتستورد منها غازا. نعم صح. يعني 40% أو 30% من حاجة ألمانيا من الغاز من روسيا. وهلا روسيا عملت خط من طريق بحر البلطيق على ألمانيا، ترامب هاجم ألمانيا. صحيح. هلا تركيا عقدت مواصلات ضخمة للغاز. روسيا تركيا تآمرت على سوريا لأنها كانت تريد خطا قطريا يمر من العراق إلى سوريا إلى تركيا، خط غاز. وبتعرف هي قديش الغاز القطري قوي، يعني قطر اليوم الدولة الثالثة بالغاز بالعالم بعد روسيا وإيران. نعم. فشلت. هلا رجعت تعاقد، اتجهت شوفي كيف الاقتصاد يدفع الدول إلى مصالحها. حاجتها إلى أن تكون عقدة اتصالات جعلها تتعامل مع الروس. هلا عاملين أكبر خط بده يعملوه من طريق بحر أزوف، بحر الأسود تركيا، وينتشر ويتوزع إلى القارة الأوروبية. نعم يعني لما هيدا بيأمن معيشة تركيا بين 100 و150 سنة. لاحظي أنت هالدور الصغير اللي بيعيشها 100 و150 سنة. من هون بنفهم يمكن الصراع سبب العداء الأمريكي. لا أكيد الصراع المقبل هو صراع على سياسة. بعدين بعد لغاية اليوم تركيا تحلم بأنه تكون هي كمان خط للغاز السوري، لأنه في كمان غاز بسوريا اللي بعد بتصالح وياه بده ثمن. كل الدول يعني بتحاول تبتز الدول. نعم. الأخرى. نعم. بهذه الطريقة. لذلك شوفي كل الصراعات العالمية على الغاز اليوم في المنطقة كلها بالكامل. رح نكمل معك دكتور كمان بالصراع في المنطقة. نعم. على الغاز وسياسة الأنابيع وأيضا بمعركة إدلب المرتقبة. نعم. وبالعقوبات على إيران، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، نتابع الحوار مع ضيفنا المحلل الاستراتيجي الأستاذ الجامعة دكتور وفيق إبراهيم. أهلا وسهلا فيك مجددا. يعني عم نشوف حشد البوارج. نعم. الروسية والأمريكية، ربما هو حشد غير مسبوق تحضيرا لمعركة إدلب. لماذا كل هذا الحشد؟ هل الدول الكبرى تعتبر أن معركة إدلب هي يعني ساحة لترسم نفوذها في المنطقة؟ لا، هي أكيد يعني معركة استراتيجية، لا طبعا استراتيجية لعدة الدول، يعني لأمريكا لأنه تنهي الوجود الإرهابي في سوريا، يعني بعد في عندنا نصرة جوا، إذا انتهت بصير وضع الإرهاب صعب، وتنكشف المعركة تصبح سورية أمريكية. لماذا؟ لأنه بعد هالمنطقة في أتراك بالشمال يحتلوا جزء من الأراضي السورية وهم ضمن العباءة الروسية. نعم. وفي وجهن يعني بشرق الفرات القوات الأمريكية والقوات الكردية، يعني فورا الروس بده يوجه السوريين نحو الوقوف في وجه الامريكيين، فتصبح المعركه احتلال امريكي ضد قوات سوريه تمثل الدوله السوريه. نعم. هذا ما تحاول امريكا ان تتحاشاه بارجاء معركه ادلب، ارجاء الى ما بعد تشكيل اللجنه الدستوريه اللي هلا المفروض بايلول تتشكل. فبذلك تبقى امريكا لها دور انه بتضل ادلب تلعب، يعني تؤدي دورها بتخريب استقرار الدوله السوريه. هيدي أكيد من الموضوع. نعم. على تركيا أيضا يعني تعتقد أن الانتهاء من إدلب من دون تفاهمات مع الروس يؤدي إلى وضع جيش سوري في وجهة في المناطق الشمالية التي تحتلها، وهي 7-8000 كيلومتر، يعني بيطلع أقل من لبنان بشوي لما احتلتها تركيا لدى الجيب السوري. وأيضا ما بترتاح تركيا كمان، بتخاف المشروع الكردي. أكيد على حدودها لديها وسواس اسمه المشروع الكردي، بتخاف انه كمان الدولة السورية لا تهتم كثير بالمشروع الكردي، يعني تتوجه ناحيتها. لذلك هناك عرقلة امريكية وعدم موافقة تركيا حتى اليوم الا بحدود معينة. يعني تركيا لغاية اليوم اخر عرض قدمته قالت انا مستعدة لانهاء النصرة. يعني طب هي مين باي صفة؟ يعني لاحظي انت كيف. لذلك الامور بتنحل، بس في اصرار روسي سوري على انهاء ملف ادلب. يعني شهر ايلول سيكون هذا الملف قد انتهى، لأنه هذا الأمر يعني روسيا بصعودة. على روسيا لما تخلص من إدلب ترتاح من سوريا تماما، بصير في عندها دولة كبرى بوجهة قاعدة بشرق الفرات فيها تفاوض هي وياها، يعني التفاوض الأمريكي يعني محلولة. والأكراد كمان ممكن بعد فترة يبيعون الأمريكان مثل العادة، لأنه الأكراد لاحظي البريطانيين بيعون لك، شاه إيران بيعون، مرة حرضهم شاه إيران لمقاتلة العراق أيام صدام، بعد فترة تصالح الإيرانيون مع العراقيين أخذوا نصف شط العرب وباعوا الأكراد واندثر الحلم بإقامة دولة وطنية مستقل. لاحظي أنت نصف شط العرب أصبح إيرانيا من ذلك التاريخ، يعني أخذوا شاه إيران مش الحكم الحالي، فكي أيام شاه إيران واسمه شط العرب، لأنه لمين بده يكون إذا اسمه شط العرب لمين بده يكون. لذلك الأمر مأساوي. قلت لك نحن دول ركيكة وضعيفة،
فيها أنظمة لا علاقة لها بالناس تمثل مصالحها والغرب، بتنتجوا النفط بتبيعوا إياه بتاخذوا المصريين بتوزعوا بتعطي معاشات للموظفين بتسرق الباقي مثل لبنان، مثل حكاية لبنان أبدا، بس لبنان ما في نفط. يعني لذلك معركة إدلب معركة قاسية، لكن مجرد أن يكون الطرف الروسي مصيرية للروس طبعا، مجرد أن يكون الطرف الروسي مصرا على استعادتها أكثر من استعادة المناطق الأخرى، هذا بدل على أنه إدلب داخلي بالبعد الروسي للمعارك، وهذا ما يطمئن. ويبدو أن الإيرانيين يعني أحسوا وشعروا بهذه الرغبة الروسية، فأتى وزير الدفاع الإيراني إلى سوريا لكي يؤكد على استعداده من المشاركة فقط لتأمين استمرار الدولة الإيراني. نعم. لاحظ كل شيء عم ينشاع، بس أنا سمعت نائب حزب الله عم يحكي على التلفزيون، هلا كشف عن معلومة فهمت أنها برسم الروس وليس برسم أي طرف آخر، يعني لما قال أنه عرضوا على الرئيس الأسد السعوديين عروض ضخمة بيبقى فيها رئيس للأبد مقابل قطع علاقته مع إيران ورفض، هيدي الكلام بالرسم الروس وليس بالرسم اي احد اخر. يعني وكانه هناك في محاوله لابعاد ايران عن الساحه السوريه وليس فقط طبعا محاوله امريكيه. هيك هلا هو من الطبيعي انه بعد ما تخلص المعارك ما هو لزوم القوات، يعني باستثناء القاعدتين اللي سوريا بحاجه لهم حميميه وطرطوس، يعني ما نفع كل القوات الاخرى، ما بيعود في علاقات تحالف سوريه ايرانيه من دون وجود عسكري. لكن لا يبدو ان ايران راغبه بترك الساحه السوريه. لا لا مش راغبه، لانه عم تجي على حساب النفوذ، عم تجي لمصلحه النفوذ الروسي. نعم. انا طب شلت النفوذ الامريكاني وجابت معكم اسرائيل، لا اجي احط روسيا واطلع عنها، لا هيدي النقطه في. لذلك انا فهمت الكلام الذي ادلى به النائب كانه موجه لروسيا. لروسيا. وليس موجه لاي طرف اخر، لاني انا متاكد انه روسيا لديها مصلحه بانسحاب كل القوى من سوريا لكي تبقى هي، الامريكان والايرانيين والكل. خصوصا انه استطاعت انه تبعد الايرانيين عن حدود اسرائيل 85 كيلومتر. هلا مستعدين، هلا اذا طلبت الدوله السوريه ان يبعدوا 200 كيلومتر بيبعدوا، بس الايرانيين جزء من المنظومه السياسيه في الدوله السوريه، يعني ما عادوا قصه انه حتى لو طلعوا الجيش، مثلا لاحظي انت في علاقه تاريخيه مع مصارف، هي اعمق العلاقه الروسيه منذ خمسينات القرن الماضي، بس كمان في تحالف مع الايرانيين، بس طبعا. لما حزب الله لا تستطيع الدولة السورية أن تفك عرى صداقتها وعلاقتها بحزب الله، لأنه هي دعمته قبل، يعني الذي دعم حزب الله ب 82 لل 2000 ضد العدو الإسرائيلي هي الدولة السورية. هلا بتقولوا لي كانت تبعت إيران، بس كانت الدولة السورية هي المسهل طبعا لوصول الأسلحة. بحرب 2006 سوريا دعمت حزب الله عسكريا ودعمته باستقبال مئات آلاف النازحين من لبنان، وكان السوريين ولا مره طلع منهم حديث عنصري ضد اللبنانيين مثل ما بيطلع من اللبنانيين، ولكن كان 30 يوم يعني مش اكثر، مش 30 يوم بس بقوا اكثر ما بيحكوا، لانه قلت لك احنا في عندنا مصالح سياسيه، بيطلع رئيس حزب سياسي مدير الامريكيين بيعلن ضروره بقاء النازحين، بعد فتره بتروق الاوضاع بصير يحكي بشكل عنصري عنهم، عرفت كيف؟ يعني نعم. شوفي كيف الفوضى اللبنانيه بالتعاطي. لذلك معركه ادلب هامه جدا، وانا بعتقد بايلول بتحسم وبشكل اكيد، وسوريا تتجه الى المزيد من الحلول، ما يدفعنا نحن اللبنانيين الى اللحاق والامساك بها قبل ان تتحرر، وما بتقعد تقبضنا هي مش نحن. ولكن الا تحاول واشنطن يعني ان تعيد عقارب الساعه؟ اليوم موسكو عم تتهمها بشن بالاستعداد لشن ضربه عسكريه في سوريا. قلت لك يعني نحن بلبنان بنعتقد انه العلاقات السياسيه تتحقق بالتمنيات، العلاقات السياسية تتحقق بالتوازنات العسكرية زائد شوية مسيرة. هلا التوازنات العسكرية داخل سوريا أثبتت أن الطرف الروسي الإيراني هو الأقوى مع الدولة السورية، وهذا الأمر يعني كان واضحا بالحجم الكبير. هلا أمريكا تستطيع أن تجيب لها مليون جندي، فت أفغانستان شو عملت؟ هلا اليوم هناك أزمة أمريكية في أفغانستان، طالبان بعد قوية هن عم بيفاوضوها. بالعراق دخلوا بال 2003 لك راح مليون عراقي قتيل، لغايه اليوم القوات الامريكيه لا تستطيع ان تتحرك بحريه داخل العراق. ما يعني هل دول كبرى عندها قوه فيها تبيد، فيها تجيب مثلا شي 100 راس نووي تبيد العراق، بس ما بيسبق انه حدا عملها. فاتوا بقوات ضخمه 300,000 جندي 400,000 جندي ولا ما يستطيعوا، بافغانستان ايضا، وحتى بلبنان ب 58 فاتوا، اجى الاسطول الامريكي دعم كميل شمعون ب 58 ورجعت الامور، بقي عبد الناصر اقوى منهم هون. يعني عم فرجيكي قديش الامور ما تنحل دائما، بس في توازنات عسكريه كبرى. الروس صعدوا، هذا الصعود الروسي له ثمن سياسي، الثمن السياسي لن يكون الا من الحصه الامريكيه، لماذا؟ لانه امريكا مسيطره على المنطقه مش انا.
نعم. عرفت كيف؟ هذا الأمر يؤكد أن الروس يأكلون من الخصة الأمريكية، لذلك يحاول الأمريكيون أن يفركشوهم بشكل طبيعي، أنه إذا فينا نضايقهم فينا، هلا المضايقة بإدلب. إدلب مثلا قديش فينا ناخذ ثمن مقابل إدلب. شو بهمها أمريكا هلا؟ بهمها الخليج والغاز. نعم. الخليج النفطي وفوائده المالية المودعة في مصارف الغرب وخصوصا في أمريكا واستثمارهم في الموازنات الأمريكية أيضا بتهمه، زائد الغاز. الغاز وين؟ بإيران، قطر، مصر، الساحل السوري، لبنان. لاحظ أنت الأربع بلدان أمريكا تتحرك فيهم. نعم. تحاصر إيران، معلقتها بين قطر والسعودية. مصر حطت فيها رجل لها 5000%. يعني تصور رئيس جمهورية في العالم بيقوم يقول لشعبه بخطاب، دول عندهم الرز، دول عندهم الفلوس زي الرز. لاحظ هذا التعبير المقيت الذي لا يدل على مستوى رئيس جمهورية. بعدين لاحظ انت باليمن، اليمن يربض على كميات كبرى من النفط والغاز. ما في منطقة تتحرك فيها أمريكا إلا تفكر بالطاقة المقبلة. الحرب العالمية الثانية بدأ من الأولى هي حرب النفط. نعم. قلت لك قبل هلا وينسون تشرشل بحرب العالمين انتصرت قوات، بتعرف شو قال؟ لقد انتصرنا على بحر من الزيت، الزيت عن النفط. لاحظي هلا على معركه الغاز، نحن عميان، ادوات. العرب والعالم الاسلامي ادوات يستعملها الغرب والروس في سبيل تحقيق يعني سيطرتهم على الغاز، لان الغاز هو طاقه بعد عقد او عقدين من الزمن هو الطاقه الاساسيه في العالم. نعم. لذلك بمقدار ما بتمسك الدول الكبرى ما يعني ما مصادر الغاز والدول ودول الاتصالات الغازية بمقدار ما بتكون قوية بالنظام العالمي الجديد. نظام العالمي الجديد لم يعد أحاديا، هلا أصبح شركة متعددة مش معروف مين فيها بعد الروس والأمريكان. يعني إيران تحاول من طريق سيطرتها على الأقليات الشيعية من أفغانستان للبنان، تركيا حاولت خسرت، السعودية يتراجع دورها. لذلك هناك ثنائية أمريكية روسية واضحة، إنما هناك احتمال أن تكون الصين هي البلد الثالث. نعم. تتوقع أن تطول معركة إدلب عسكرياً؟ ممكن تطول يعني شهر شهرين، بس هي منتهية. نعم. لأن القوات اللي جوا يبدو أن تركيا قد حيدت قسم كبير. هلا بضل في موضوع النصرة، يمكن معهم شيء 60-70% من إدلب وبينتهي لمنطقة محاصرة. محاصرة من جهة الإسكندرون المحتل التركي السوري، هي احتلته تركيا منذ أوائل القرن الماضي، وكمان من جهة الجيب التركي اللي مسيطر عليه الأراضي السورية من الدولة السورية. يعني محاصرة تماما. هلا إذا تلاعبت تركيا بيطول، إذا ما تلاعبت ما بيطول. نعم. سؤال أخير بعد ما أقل من دقيقة، يعني بالخريف في عقوبات جديدة على أمريكية إيران. على تركيا، على إيران، وهي على تصدير النفط الإيراني، قادرة أن تصمد إيران؟ والله ليك، هلا أنا لا أراهن على الأوروبيين كثيرا، لأنه أخذت نموذج شركة توتال. شركة توتال، توتال عندها مصالح بإيران ب 4.8 مليار، عندها مصالح بالسوق الأمريكية 10 مليار، لأنه السوق الأمريكي أوسع بكثير من السوق الإيراني. تركت السوق الإيراني وراحت. هلا في كثير شركات أمريكية على هذا النحو. نعم. بس في شركات طامحة أنها تاخذ التزامات بإيران، لأنه إيران بلد واعد من أي ناحية. نعم. هي إيران كلها متحف قديم، يعني بحاجة لعمليات تحديث كلها سوا. بما في اللباس كان لبسه وزير الدفاع الإيراني بسوريا، بدأ وكأنه سلاح للجنرال السوفيتي، عرفت كيف؟ كلها بدها تحديث. سوق واعد. ايه، وفي عندك اليمن، وفي العراق، وفي سوريا. هاي البلدان كلها فيها تقريبا يعني هيك تحالفات سياسية تؤدي إلى أنها ممكن تكون حقل اقتصادي كبير للدول الكبرى. هلا كل الدول تسعى إلى أن تكون في إيران، وإذا كانت بإيران بتكون باليمن، وإذا كانت باليمن بتكون بالعراق، وبتكون بسوريا، ولا يمكن تبدع لبنان. نعم. يعني شوف هالشبكة الكبيرة اللي ممكن تعملها إيران. لذلك الموضوع إذا ما روسيا والصين لم تدعمها إيران، وضع إيران صعب جدا. شكرا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا مشاهدينا، شكرا وإلى اللقاء.